المدرب الممتاز اللي انا دايما بشيد بيه يا اسلام واقول ان احنا كسبناه وهو كسب النادي الاهلي. فبصراحه اضافه ممتازه وواحد من اهم العناصر اللي ساعدت على الاستقرار اللي احنا فيه اكثر من 16 17 مباراه دلوقتي على التوالي، مقدمين اداء ممتاز واداء مقنع وممتع وزي ما قلت وبقولها دايما وهقولها معاك تاني ان كولر مدرب يليق بالاهلي ويليق بشخصيه الاهلي. احنا دايما لينا ستايل معين ولينا شكل معين ولينا طريقه معينه سواء في الكلام سواء في التعامل سواء في كل شيء. فبصراحه مكسب للنادي الاهلي ونسبه نجاح 100% لغايه دلوقتي الحمد لله في البطولات اللي اشترك فيها باستثناء كاس العالم للانديه، وده طبيعي جدا ان انت تتنافس مع ريال مدريد بطل اوروبا والانديه دي وتاخد الثالث في البطوله وتكسب الانديه اللي مستواك اقل منك يعني وتفوز على 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 بطل امريكا الفريق اللي قيمته السوقيه مرتفعه جدا. فيعني الحمد لله الامور كويسه في النادي والامور مستقره على كل النواحي. فالواحد مش قلقان من بطوله الدوري ان شاء الله بالتركيز اللي احنا فيه ده وبالمسانده والدعم والثقه اللي الفريق اكتسبها والمدرب اكتسبها.